يا اهلا بكل حضراتكم. الحقيقه في الفتره الاخيره لاحظنا ان في كتير جدا من الاهلاويه ابتدوا يتكلموا عن اداء الفريق وعن التاخير تحديدا في احراز الاهداف، وساعات بيبقى لهم كمان بعض التحفظات فيما يتعلق بمساله التشكيل وحتى التبديلات، بس الحقيقه هم بيتكلموا في الكلام ده من غير ما تهتز ولو لثانيه واحده ثقتهم في فوز الفريق بتاعنا في نهايه الامور. لكن برضو اكيد ما ننكرش ان ما بين قلق التاخر في الفوز والثقه فيه في عوامل كتير. العوامل دي تحديدا هي اللي هنتكلم فيها النهارده ومن خلال هذه الفقره بالتحديد مع زميلنا وصديقنا الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. صباح الفل عليك ومنور الدنيا. صباح الفل يا كريم، منوركم. صباح الفل يا هاد، منوركم ودايما منورين الدنيا. صباح الخير عليك يا استاذ خالد، واحنا سعداء انك معانا لان احنا متاكدين هنلاقي اجابات عن يعني ملفات شائكه وحاجات مثيرة للجدل، هنعرف منك رايحة على فين. فأنا ده متأكدة وبأكد كمان أن ده هيحصل إن شاء الله، والجمهور خليه يتابعنا. مش أنا هبدأ معاك بقى بنرجع كده للمباراة الأخيرة والأهلي والمقاولون العرب، واللي حصل في الماتش كان غريب لو صح التعبير. إحنا خسرنا في الشوط الأول جولين، والشوط الثاني قلب الموازين، بس لحد دلوقتي احنا مش فاهمين هو ده ليه حصل اصلا. وجهة نظرك بقى، ايه الخطأ؟ فين الثغرة؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ بص، خليني اقول لك ان انا اسعد ان انا موجود معاكم الاول. تمام. فكرة التأخر في الشوط الأول امام المقاولين العرب ده كان طبعا مفاجأة للكل، كل يعني مفاجأة للجهاز الفني، مفاجأة للعيبة، مفاجأة للجماهير، مفاجأة لكل المتابعين. في ناس كتير جدا فكرت خلاص ان المباراه في طريقها للنهايه، ان النادي الاهلي هتبقى اول خساره بالنسبه له. انما كان في هنا نقطه فاصله، دايما ما تراهنش على خساره النادي الاهلي. يعني دايما الاهلي كان بيلعب بايرن ميونخ تقريبا في سنه 2011 او تخوني الذاكره، يعني ماتش ودي، فالاهلي قدم مباراه كويسه جدا 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 وفي النهايه خسرنا. فكان مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الاهلي وقتها، انا كنت حاضر الماتش وحاضر المؤتمر الصحفي، كان في قطر تقريبا، واتكلم قال لك انت تلعب 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 ثم يفوز الالمان. هو ده المثل، انت برضو هنا في مصر انت تلعب 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 ثم يفوز الاهلي. دي حقيقه، دي الروح اللي الموجوده عند النادي الاهلي. دي مش شعارات، لو مسكنا تاريخ كل مباريات النادي الاهلي، النادي الاهلي صعب جدا جدا انه يسلم بسهوله انه يخسر. في عوامل كتير جدا بتدفعه ما ينفعش اخسر، سواء انك تكون في الصداره، سواء انك تكون ليك جماهير مش هتقبل انك تخسر، ليك جماهير اصلا لما بتكسب ويكون ادائك ما يليقش بالنادي الاهلي او مش على مستوى لعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي، لا بتلاقي فيه 80 90 مليون ناقد رياضي بيتكلموا المفروض كان المدرب عمل كذا، المفروض اللعيبه كان عامل كذا، المفروض كان يلعب كره عرضيه ما كانش يشوط. في اللعيبه حاطه كل دي في اعتباراتها، فلازم دوافع كتيره كانت قدام لعيبه النادي الاهلي ان ده انك ترجع في المباراه. اعتقد ان اللي حصل بين الشوط الاول والشوط الثاني ده اعترف بيه موسيماني في المؤتمر الصحفي، وقال ان احنا بنتاخر او بندخل المباراه بشكل متاخر، وده هيخلينا نعالجه خلال الفتره. خصوصا ان استاذ خالد ما كانتش موجوده الطريقه دي او الثقافه دي، ما كانتش موجوده معانا في الدوري لسه واخدينه يعني. بالظبط بالظبط. انما هو لازم انت كمدير فني، طالما انا اللي طمني ان هو اعترف بده، بتعترف بده قبل مباريات مهمه، مباريات مهمه في الدوري او في كاس العالم للانديه، عندك مباراه بيراميدز، عندك مباراه الدحيل في الاول، فانك تعترف انك ما ينفعش انك تتاخر او ما ينفعش حتى انك تضيع اهداف بسهوله في بدايه المباريات، ده بيفرق معاك. يعني لما تبدا تسجل قدام اي فريق بيلعبك بيفتح الامور معاك، بدل ما بتلاقي في فريق متكتل كل ما بيعدي الوقت معاه كل ما بيحس بثقه اكبر انه قادر يحافظ على نتيجه المباراه قدام النادي الاهلي، وبالتالي بتزيد الدوافع، بتزيد الروح القتاليه عنده، بحيث انا ممكن اطلع بنتيجه ايجابيه وليه لا. انما لما بتقتل امل او طموح الفريق اللي قدامك بدري بيفتح المباراه معاك، وده اللي المفروض يعمله الفتره النادي الاهلي، او اللي قال عليه موسيماني ان انا هعمله الفتره اللي جايه ومش هفرط في ده. فنتمنى ان ده يكون موجود الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طيب، يعني رجوعا بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها استاذ خالد، فكره ان في جماهير كتير بيبقى عندها تحفظات لما
بنتاخر في تسجيل الاهداف بغض النظر عن النتيجه يعني كام كام. عموما المبدا نفسه والفكره في حد ذاتها بتؤرق كتير جدا من الجماهير. هل ده بيخلي ان الجماهير بتشكل ضغط على اللعيبه وعلى الجهاز الفني؟ مش بقى بشكل غير مباشر، ده بشكل مباشر وخصوصا في يعني في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتويتر والسوشيال ميديا و الى اخره. هل الطموح الزايد، وهو طبعا شيء منطقي جدا عند جمهور بيشجع فرقته، مش متقبل غير انه يفوز، مش قادر يهضم فكره التعادل في حد ذاتها ناهيك عن الخساره، فهل التفصيله دي عند الجمهور ممكن تجيب نتيجه عكسيه مع اللعيبه ومع الجهاز الفني؟ لا، ولو ما حصلش ده ما يبقاش ده دي جماهير النادي الاهلي، وما يبقاش اللاعب اللي موجود في النادي الاهلي يستحق انه يلعب في النادي الاهلي. ليه؟ اي اللي يفرق بين لاعب في النادي الاهلي واي لاعب اخر هو الضغوط دي. في ضغوط بتزيد اكتر بكتير جدا عن الضغوط اللي موجوده، بتلاقي لاعب الاهلي ثابت عارف بيعمل ايه. في لعيبه كتير جت النادي الاهلي ومشيت على طول، بيكون متالق بشكل كبير، ممكن يكون نجم الفريق بتاعه قبل ما تجيبه، ثم يدخل عندك وطلع مصطلح اللي انت عارفه فنانه الاهلي تقيله عليه. تقيله عليه، ما هو اي حد ممكن يلعب كوره يبقى متالق ويبقى كويس، مش اي حد طبعا اللي عنده مهاره، انما شخصيه. انت اللي يهمك شخصيه اللاعب قبل مهاراته. ممكن تلاقي شخصيه عاليه جدا وكويسه جدا وتليق بالنادي الاهلي، ممكن تبقى اقل مهاريا من لاعب تاني بس هو اللي بيكمل في النادي الاهلي، ممكن يبقى نجم من النجوم التاريخيه للنادي الاهلي، ولو جيت بصيت بينه وبين امكانيات لاعب تاني هتلاقيه عادي جدا على فكره. بس اللي فرق ايه؟ ان ده لاعب قادر يتعامل مع الضغوط، قادر يتعامل مع كل شيء او كل المستجدات اللي بتحصل، فبتلاقي انه مكمل مع النادي الاهلي وهاضم قيم النادي الاهلي بالظبط. وبتلاقي لاعب بيكون عندك نجم، يجي عندك نجم وبينطفي، بيخرج من عندك بيرجع يتالق تاني. هي دي الفكره، هو ما قدرش يتطور او ما قدرش يصدق انه يكون في النادي الاهلي. في لعيبه حلمهم طول عمرهم انه يوصل او يدخل النادي الاهلي، خد بالك من دي كويس قوي. الحلم هو بالنسبه له كده الحلم اتحقق، فخلاص مش عايز يكتمل، خلاص هو كده وقف، هو انا عملت اللي انا عايزه. انما في لاعب حلمه بيبدا من دخول النادي الاهلي،